ختام عدد اليوم من ولاية المسيلة مع قصة فنان ضرير لم تكن إعاقته البصرية حجر عثرة لإبداعه في العزف على البيانو. بوخالفة قريشي، الشاب الكفيف الضرير ذو الأذن الموسيقية الخارقة التي جعلته يميز الأصوات الموسيقية والمقامات حتى أصبح يتقن عزف جميع الطبوع الجزائرية، بيد أنه لم يتوقف عند هذا الحد فصار مرجعا في الموسيقى بالنسبة لأقرانه مع أنه لم يدرس قط الموسيقى. الزميل مراد قلمين وثق لحظات من الدهشة لعزف كفيف على البيانو لنستمتع معه. ما حطت الشهور وتتفرج من شاهد هذا البرنامج ما حصلت مولا سيلو بوخالفة الشاب الضرير من ولاية المسيلة هو قصة فنان من الإيقاع إلى العزف على الكلافي. فقدانه للبصر لم يكن عائقا بل كان حافزا للإبداع والعزف على آلة الكلافي أو ما يعرف بالسانتيتيزر بين أزقة ولاية المسيلة العريقة. بديت بآلة الباركيسيون نلعب آلة الدربوكا، كنت مع الإخوة بكري عمار وبكري جمال، هادو في وقت بكري كيما نقولوا 87 86. ومن بعد حلفت على قلت لازمني نتعلم آلة، تعلمت لاكورديون بعد عاود تعلمت سانتي، وحتكيت على أساتذة كنت هاوي، حتكيت على الأخ شتيح الحسن والشتيح عبد الرحيم، ورانا كيما نقولوا نحتكوا على اي واحد نعرضوا عليه الخدمه تاعنا، على خاطرك انا انسان هاوي وهما قارين موسيقى، ونعرضوا على الناس اللي نلقاهم يعني يخدموا سولفاج نعرضوا عليهم حوالنا، وهاني نتعلم بشويه وراني نقول ونزيد السمع ثاني نسمع. طيبه بوخالفه ولمساته الفنيه وحبه للموسيقى جعل العديد من الشباب من هواة الفن يتلقفونه، بل لا تحلو جلساتهم إلا بصحبته ومشاركته العزف والغناء. نروحوا لهذو، هذو هم خاوتي يعني ما عنديش مشكل معاهم، هذو هاني ندخل معاهم للدار يدخلوا معايا للدار، خاوتي خاوتي ما عندي حتى مشكل مع أي إنسان، واللي قدرت عليها كما نقولوا نمدها ما نبخلش. قسرة ضحك بوخالفة بوبيلير، عنده واحد العقلية كما مجتمعي اجتماعي تاع مجتمع كما نقولوا بوخالفة، متواضع انسان متواضع من الناس هذيك اللي عنده طيبه القلب صح حنين يحب الناس الكل. نعرفه انسان طيب حتى ومن انا ما نعيطلوش في الهاتف هو يعيط لي ويسقسيني يقول لي علاه ما زرتنيش، بالك راك مريض، بالك كذا، بالك لازم تزورني، لازم نقعدوا نجيبوا الاله الاورغ ونقصروا مع بعضنا. قوة تمييز بوخالفة للأصوات وتمتعه بأذن موسيقية جعله يفرض نفسه وسط الشارع المسيلي بين محبيه وتمييز أصدقائه من خلال الصوت لأول مرة. ينفعي ميموريزي لافوا تاع واحد صاي، يعني ينفعي ميموريزي واحد من أصحابه ولا كي بعد مدة يلحق لي يقول له واش بوخالفة، يقول له فلان، ألور كو داير بلاصة في وسط المجتمع المسيلي الناس الكل يعرفوه. حنا ولينا نبريزونتيو روحنا بيه هو. ايماجين انا راني في لونسينيوم وكيما نقولوا حياتي كامله نخدم في بلديه المسيل، بصح باش نبريزونتي روحي لواحد لي جون هذول ذاك لا جينيراسيون نقول لهم انا خويا بوخالفة، مش هو يقول انا خويا مصطفى، انا وليت نبريزونتي روحي ب انا بور موا ستا ستار يعني نقول لك فرونشمون.
يبقى بوخالفة مدرسة ومرجعا بالنسبة لأصدقائه رغم أنه لم يدرس الموسيقى يوما. شفتوا لعبنا الاستيلو كل انا نسمع الراي من واهر نسمع الراي القديم حتى كما نقولوا الاخر كما نقولوا الراي القديم تراث البدوي الوهراني كما نقولوا ونسمع محمد عبد الوهاب نسمع الفيروز نسمع المجد الرومي نسمع الموسيقى تاع الكلاسيك نسمع موسع كما نقولوا السمع تاعي. بوخالفة يبدع في عزف جميع الطبوع الموسيقيه الجزائريه باتقان وبإشارة من يده يستطيع فهم العازف للانتقال بين المقامات. يمبروفيزي الله يبارك الطبوع يخدم لك الطابع من الغرب الجزائري حتى الطبوع حتى الشرق يخدم لك حتى الطابع الترقي طابع حتى الترقي يخدمه مش غير الطبوع العالمية فقط أنه الطبوع الجزائري يبدع فيها ويحب بالإشارات تاعو نفهمه أنه بلك نكون أنا كان مقام رايح ليه هو راح يروح من مقام المقام يعطيني إشارة نفهمه في بعض الأحيان أن نفهمه باللي راح المقام فلان ومام طو يعني كاين حفلات حتى أنهم أنه هو قال له تخدم مع ناس أخرين ما حبش رفض وقال لهم نجيب عبد الحفيظ صديق تاعي نرتاح معه في العزف لأنني يعني نتربيت معه ونفهمه بزاف لأنه الحمد لله هو كان يشجع فيا وقال لي عندك الموهبة وتفهم في المقامات مي أنا قال لي نزيد نعاونك ونساعدك هو ساعدني يعني صراحة وحتى الآن يعني أي شيء راني نروح نسقسي هو يعني مدرسة الله يبارك يعني إن شاء الله يعاونه يفهم في حوايج بزاف. حنا كنا ساعات نقعدوا في السانتي هكذا كي يعزف معزوفة مثلا نقولوا حنا في القسنطيني راه يعزف في معزوفة قسنطيني نكون احنا مثلا سامعين هذيك المعزوفه ومن بعد يخلق لها من عنده حاجه اخرى يخلق لها واحد الحاجه اخرى يطور في الحاله هذيك يطور فيها يخلق لها حاجه اخرى ومن بعد ساعه نصنت نقول له بوخالفة يقول لي واش نقول له والله يا المرسو هذا تاع المعزوفه اللي عزفته هذا غير عجبني يقول لي والله غير محمد يجي هكذا تيمارك فاجئ انا بوخالفة كنت في بعض الاحيان كي كبرت وبديت نتعلم موسيقى اي معلومه تاع موسيقى نروح نشاور عليها نسقسي عليها نقول له هذه صحيحه خطا يعني يعطيني حوايج يعني ما يعطيهم ليش اساتذه ما يعطيهم ليش كنت حتى في الاله كي نحب نشري اله موسيقيه مثلا اله الاورغ هذه انه يعرفها خير من الناس اللي كانوا يمارسوا فيها يقول لي ها هم العيوب اللي فيها ها هم الحوايج الملاح فيها هاي تقدر تشريها ما تقدرش تشريها كذا كذا يعني اي معلومه لحد الان حتى الان نشري اي اله نروح ليها خاطرش هو الله يبارك عنده خيال واسع يعني في حتى في مش غير في العزف حتى معرفته حتى الاله الموسيقيه اي اله موسيقى وكانت يعرفها هو بوخالفة يعني الله يبارك ولوراي ميوزيكال عنده ثاني خارقه بزاف يعني نشوفوا لي ميوزيسيان نشوفوا لي جون كما راهم
دوي هكذا يشوف، تخيل سنتيتيزر الكترونيك يريقلها بوذنه، وراي ميوزيكال عنده فور فور يعني عنده. كانوا لي جون يجوه ايماجين تي البواطه، الشيخ راك ربما شفتك تعزف على الموسيقى ربما عندك هوايه، البواطه ريتم هذيك يخدموها بالالكترونيك، هو يخدمها بوذنه، ايماجين تي يدير لك ريتم تاع سهره كامله بلوراي بوذنه ويطيح لك في النوطه، قال لك كيما نقولوا هذا يشوفها يريقلها مثال على 50، هو 50 هذيك الكترونيك يريقلها بلوريته. رغم نقص المرافق والمساحات لاحتضان مثل هكذا مواهب، إلا أن بوخالفة وأصدقائه يقصدون هذا المكان في إحدى زوايا حديقة أو مشتلة قاضي لقضاء بعض الوقت وكسر روتين اليوميات.